يا رسول الله صوت الأسى ينعى صوت الأسى ينعى ما أشرقت أنوار في غيبة. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية ونجدد لكم العزاء من مرقد الإمام علي بن أبي طالب لتقديم العزاء للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ملك الإنسانية وملك كل شيء في هذه الدنيا. نعم، الرسول الأكرم الكامل المكمل الذي أرسله الله رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، سنصلي عليك يوميا ونذكرك يوميا لأنك شفيعنا يوم القيامة، وكيف لا نصلي عليك وأنت من بكيت شوقا لرؤيتنا. نعم، أنت وصبتك وآل بيتك شفيعنا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، هذه هي التغطية التي تأتيكم من محافظة النجف الأشرف، كونوا معنا. تفنى وردت لم نطيق حلما وصبرا، فلقد ما لم نطيق حلما. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية وجموع المعزين من محافظة النجف الأشرف بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. استشهاد سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله، السيدة زهراء سلام الله عليها تقول وتشن علي باب النيال السود، على بابي على باب النيال السود، وتشن أو بعد ما تبرد النيران، وتشين مش عن عزيز القلب، وتشان ابوي وخيمته وفياي علي، اي ابوي وتشان وفياي وخيمي علي. عظم الله اجوركم واحسن الله لكم العزاء، موفقين ان شاء الله. طيب الله انفاسكم. الله يوفق انفاسكم، الله يوفقكم جميعا. اعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الاشرف وجموع المعزين باستشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومعنا معزي من المعزين بوفاة الرسول. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، حياك الله. عظم الله اجرك. واجرك رحم الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا اليوم نعيش ذكرى أحزاننا بوفاة سيد البشرية، بوفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. جئنا من البصرة زحفا لكي نواسي سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بوفاة ابن عمه سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الرسول، من أحب علي فقد أحبني. فقد أحبني. احنا وجودنا وتعزيتنا للإمام علي هي تعزية للرسول أيضا. أكيد 100%، لأن الرسول هو أبو البشرية كلها، وأبونا سيدنا مولانا الإمام علي هو نور الله، هو نور السماوات والأرض في الأرض. أحسن. السيرة النبوية سيرة طويلة وكبيرة مليئة بالأخلاق والسير الحسنة، ماذا تعلمنا من الرسول الأكرم؟ تعلمنا من الرسول الأعظم أولا الصدق والأمانة. تعلمنا من الرسول الأعظم قوة الصبر النفسية، لأن هو رجل جاهد وحارب وصبر وتحمل الأذى في سبيل هذه الرسالة، فنحن هنيئا لنا بهذا
الرسول الأعظم وهو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم بالرسول الأعظم وبهذه الخدمة. هنيئا لنا ولكم وللبشرية كلها بهذا الرسول الأعظم، وكلنا نعيش هذه المواساة، فعظم الله لكم الأجر وعظم الله لنا الأجر. نسأل الله القبول والعودة إن شاء الله. مشكور، ونسأل الله أن يوفقكم في خدمة هذا العمل إن شاء الله. آمين آمين. حياكم الله. نعز العالم الإسلامي بهذا اليوم، هو استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعزي المراجع الدين كافة والمسلمين بهذا اليوم إلا وهو استشهاد رسول الله نبي الرحمة. وهذا اليوم هو يوم بالنسبة لي كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، رضى الله من رضانا ورضى رسول الله، وهذه الرضا هي رضا الله، هي معرفة الله عز وجل. كيف معرفة الله عز وجل؟ هو معرفة بتأدية الواجبات والتجنب على المحرمات. وهذا الزائر وكل زائر، الإمام الحسين سلام الله عليه يقول هو معرفة الله، وهو شيء ملازم بين معرفة الله ومن أراد الله به خيرا يقذف في قلبه حب محمد وآل محمد، ومن أراد الله به خيرا يقذف في قلبه أو يتفقهه في الدين. إذن قضيتين متلازمتين لهذا الزائر، يجب أن يكون متفقها بالدين، يجب أن يكون عارفا لله. عارفا هي فروع الدين، فروع الدين هي الصلاة والعبادات والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فهذه القضايا الواجبة عندما تأتي لتأديتك صلاة الجماعة أو الصلاة المفردة أو لزيارتك للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنت تكون عارفا لله. ومن كان عارفا لله عارفا للأمة، ورضى الله من رضانا أهل البيت سلام الله عليه، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. ونشكر هاي القناة الغالية، رحم الله والديك، الله يعطيكم الصحة والعافية، نسأل الله القبول، رحم الله والديك، تقبل الله من الجميع. عن الأكدار في غيبة المصطفى، فدوى فدوى في هذا رسول الله، ما أشرقت أنوار، ما أشرقت أنوار. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف والمعزين بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا معزي بنا المعزين باستشهاد الرسول الأكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. أجورنا وأجوركم. حياك الله. شو تقول لي العالم، تعزية منك للعالم بهاي الذكرى؟ نعزي صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة، ألا وهي وفاة الرسول الأعظم. جئت ماشيا أنا وملايين من الناس على الأقدام المعزينة ابن عم الرسول. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف وجموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا معزي من هؤلاء المعزين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي، الله يعطيكم الله أجورنا وأجوركم وأجوركم وشيعة أمير المؤمنين وكل محبين محمد وآل محمد. الرسول الأكرم رسالة، الرسول الأكرم سيرة كاملة، ماذا تعلمنا من الرسول؟ والله تعلمنا، لازم نتعلم من عنده، وتعلمنا الأخلاق والصدق والعدالة والوفاء والصدق في الكلام. حياك الله. أي والله، وأرفع أسماء التعازي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام في هذه الليلة العظيمة، ليلة استشهاد منقذ البشرية سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اليوم اكملنا مواساة للإمام الحسين عليه السلام ودخلنا بمواساة للرسول الأكرم، شنو شعورك وانت بخط آل البيت؟ والله العظيم شعور لا ينوصف، الحمد لله اللي جعلنا من شيعة أمير المؤمنين ومحبي أهل البيت وخدام إلى محمد وآل محمد. الحمد لله على النعمة الفضيلة، وخادمكم صاحب موقف في مدينة السويد مالمو، مدينة مالمو 28 سنة صاحب موقف، موقف خدام الحسين. أي والله. بما أن أنت صاحب موقف خارج العراق، بلي. حدثني عن شعور الناس خارج العراق أثناء الزيارة الأربعينية وحاليا وفاة الرسول، شنو شعورهم بما أن أنت عشت هذا الشعور؟ والله شعور لا يوصف، لا يوصف بالحب والحنان والإخلاص، حقيقة شعور ما ينوصف ما ينوصف. عدنا هناك يوم العاشر، طبعا أيام محرم 13 يوم نقوم المجالس العزاء، بعدين يصادف يوم العاشر الطباق، يوم العاشر عندنا مسيرة ضخمة تتجاوز 3000 نفر نشر القضية، وأيضا نعلن كراسات بالسويدي ننشرها للسويديين مع باقة من الورود. وفي الأربعين أيضا أخوتنا وعزائنا يبقون قسم من عندنا ليحيون مسيرة الأربعين، هم تقريبا ما يتجاوز 2000 نفر. أي والله. وأحنا نجي قبل الأربعين نجي 15 يوم، عندنا موكب في طريق كربلاء ما بين كربلاء والنجف عمود 564، نقوم خدمة الزوار وبعدين نذهب إلى كربلاء يوم الأربعين، وبعدين نجي لنا هم عندنا موكبنا مضيف الإمام الصادق. هل نقدر إيش ما نطيل الإمام الحسين؟ مقصرين، لأن هو ضحى بعائلته وأولاده للطفل الرضيع، إيش ما يملك على حسابنا لإثبات الدين لإحياء الشريعة، والحمد لله على كل نعمته. إن شاء الله السنة القادمة أيضا مستمرين بهذا الشيء، وسواء في الخارج أو في الداخل كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. لأن زينب عندما وقفت في مجلس يزيد الملعون قالت له والله لن تمحو ذكرنا، ولله الحمد من جميع أنحاء العالم راية الحسين مرفوعة، راية محمد وآل محمد مرفوعة، وهذا نصر عظيم للإسلام والدين، والإسلام يحتوي جميع الأديان جميع الأطياف، مو بس احنا الشيعة، لا دين الإنسانية، اي دين الإنسانية والرحمة، والحمد لله. وانتوا هاي إذاعتكم سباقة للخير، إذاعة المهدي، أسأل الله أن يوفقكم دائما للخير وعمل المعروف، وربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد. الله يحفظك ان شاء الله، الله يخليك. الحاج كريم مرزا من السويد مالمو، ربي يحفظك، الله يخليك. هذه قناه المهدي الفضائيه، مستمرين معكم من محافظه النجف الاشرف وجموع المعزين ذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومعنا معزي من هؤلاء المعزين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اول شيء عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد الرسول الاكرم. الله يبارك فيك. وجه بالبداية تعازية إلى صاحب العصر والزمان ولمراجع الكرام ولكل الأمة ولكل الأخوة المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، هاي الذكرى الأنيمة ذكرى شهادة الرسول صلوات الله عليه وآله. احنا بالحقيقة بالبداية حب أوجه شكر وتقدير لكل الجهات الرسمية اللي سهلوا أمر دخولنا من الخارج، وخصوصا يعني إجراءات المطار وما شابه الفيز، يعني صراحة إجراءات يثنى لها، يعني إجراءات تستحق الشكر والثناء من الأخوة المسؤولين على في المطارات والمنافذ الحديدية، هذا أولا. ثانيا الخدمات اللي قاعد نشوفها المقدمة من الأخوان وأهلنا بالعراق وخصوصا بالجالية الأجنبية، أنا أخوكم أبو علي ساكن في أمريكا الله يحفظك، وهم بالمناسبة أزور نيابة عن أخواني في تكساس بالذات في مدينة هيوستن وفي كل أنحاء العالم في هاي المناسبة الجليلة، ويا ريت يعني تكون الإجراءات تكون على بعد أفضل، لأنه قاعد نشاهد نعاني من بعض العراقيين خصوصا بالمطار، يعني من الحقائب والفيز والتشيك وما شابه، أرجو أن تكون على مستوى أفضل بعد، وهذا يعني نعجز عن الشكر حقيقة على اللي ما تقدمونه من خدمات، يعني واحد يعجز عن الشكر صراحة. يعني أوجه تعازي لكل شعبنا وأهلنا في الغربة صراحة، لأنه يعني محرومين من هاي الأجواء الروحانية، بس هم بس يشوفونا عن طريق الفضائيات ولا، وإحنا هم كذلك. اليوم
شنو شعورك وانت جيت يعني من امريكا ودخلت حضرة الامام؟ شعور لا يوصف والله، شعور لا يوصف، وكأنه انا بالجنة يعني صراحة، جنة الارض يعني، شعور ما اقدر اوصفه لك بالكلام، لانه يعني ما تقدر توصف المشاعر، لكنه ايش ما تحكي، هو يقول قليل واحنا بضيافة الامام صلوات الله عليه واله وذكرى شهادة ابن عمه ورسول الكون وسيد البشرية، ونعزي جميع الأمة الإسلامية بهذه المصيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق والعراقيين وأن يديم هذه النعمة علينا وعلى جميع الأخوة المسلمين، وأشكركم على هاي إتاحة هاي الفرصة لي يعني نوصل لكم رسالة من أخوان العايشين خصوصا في أمريكا، يعني يعانون من هاي المشكلة صراحة، يعني هالأجواء اللي محرومين من عتها، فأني أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هاي الفرصة. نسأل الله العودة والقبول. اللهم آمين، اللهم آمين، شكرا جزيلا، الله يبارك بك، حياك. هذه قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية وجموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا معزي من المعزين بهذه الذكرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله جورنا وأجور جوركم. نعزي صاحب العصر والزمان بوفاة جده الرسول الأكرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة ويجعلها كلمة واحدة بالتوحيد كافة المسلمين جميعا. ومعنا زائر من الزائرين الكرام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجورنا وأجوركم. نعزي العالم الإسلامي بهذا المصاب الجلل، ألا وهو استشهاد نبي الأمة نبي الرحمة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجئنا من جميع أنحاء العراق لنعزي المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذا المصاب الجلل. أحسن. شعور كل مؤمن وخاصة شعور الشيعة، النبي محمد جمعاء الأمة العربية، مو الطائفة واحدة ولا الشخص واحد، نبي الرحمة، نبي المحنة، نبي الحكمة، النبي اللي علمنا على شغلات ما كنا نعلمها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأجورنا، نسأل الله بحق هذا المصاب الجلل أن يحفظ المسلمين جميعا والأمة الإسلامية والعراق ومراجعنا العظام، ونشكر قناة المهدي الدائمة على هذا الدعم الحسيني وعلى هذه المواكب والمشجعة إلى جميع السائرين على الطريق، ونشكر جميع مواكبنا وهذه الوفاة العظيمة، وفاة سيدنا وقائد الأمة الإسلامية وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونعزي علي بن أبي طالب وجميع الأئمة الأطهار وبالأخص فاطمة الزهراء بهذه المناسبة العظيمة، حيث قال النبي الكريم نزلت الآيات جميعا على رسولنا الأعظم، الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد ملأ الأمة الإسلامية بالأخلاق العظيمة، وملأ الإسلامية بالإصلاح، وملأ الأمة الإسلامية بجميع المرشدين والمصلحين، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فنسأل الله بهذه المناسبة أن تحفظ هذه القناة العظيمة قناة المهدي، وأن نسير على طريق أئمتنا الأطهار وعلى جميع مواكبنا وحسيناتنا تتهيأ لهذه الحشود الوافدة إلى علي بن أبي طالب، نعزيه بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يعيدها على الجميع بالإصلاح والإرشاد، ويجعلنا سائرين بطريق محمد وآل محمد. عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لقناة المهدي وكادرها المحترم لقاء بالوفود المتجهة إلى صوب مدينة النجف الأشرف. بهذه المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونشكر القناة ونشكر مواكبنا الحسينية وقواتنا الأمنية على هذه الخدمة وعلى هذا الدعم الذي لا مثيل له في تاريخ الكرة الأرضية. وها هل ترى العالم والعالم الإسلامي يرى صوب مدينة النجف الأشرف والحشود المليونية والقنوات الفضائية بكوادرها المنتشرة على طول الشارع لتقدم الخدمات واللقاءات مع الزائرين، وشكرا جزيلا. Ah
نبي ما تصبرا وبكته الأنبياء بكت الأرض عليه مثل ما تبكي السماء من تخوم العرش نحو الأرض قد جاء نداء أيها الناس لقد ثل من الدين بناء تبكي له الأملاك والعرش والأفلاك والعرش والأفلاك شاءت بها الأقدار في غيبة ما شاء الله في أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، كنا وإياكم من محافظة النجف الأشرف وضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والمعزين بهذه الذكرى الأليمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا القليل وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بظهور صاحب العصر والزمان.